بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنتكلم ازاي الويب ابليكيشنز يقدر يتعامل مع الداتابيز، وازاي الموبايل ابليكيشنز بتقدر تتعامل مع الداتابيز. تمام؟ ازاي؟ ودول اهم تطبيقات دلوقتي. مش هنتكلم عن ديسكتوب ابليكيشنز والكلام ده، احنا هنتكلم على نوعيتين الابليكيشنز الاشهر، هو تطبيقات الويب وتطبيقات الموبايل، وازاي بيكومنيكيتوا او ازاي بيتواصلوا او ازاي بيتعاملوا مع الداتابيز. فهنوضح بعض الافكار لازم نكون واخدينها وحاطينها في حسبان. ايه فكره موبايل ويب داتابيز؟ الموبايل ويب داتابيز ان احنا عندنا ادي كلاينتس يعني اجهزه موبايل، واجهزه الموبايل دي فيها ابلكيشنز بتكومينيكيت مع الايه، مع في الحقيقه مع سيرفر. تمام؟ مع ابلكيشن سيرفر. الابلكيشن سيرفر ده ممكن يكون ليه انترفيس او ممكن يكون ليه انترفيس. تمام؟ والابلكيشن سيرفر ممكن يكون بيتعامل بيكومينيكيت مع داتابيز، سواء كانت الداتابيز ديت على داتابيس سيرفر لوحديها، والويب ابلكيشن على ابلكيشن سيرفر لوحده، وبعد كده التطبيقات بتاعت الموبايل، ده وارد. وممكن لا، ممكن يكون التطبيقات بتاعت الابلكيشن سيرفر والداتابيس سيرفر على سيرفر واحد، يعني الويب اب مع الداتابيز على سيرفر والموبايل بيكومنيكيت معاه. تمام؟ فدي بالنسبه للتصنيف الاولاني. دي بيحصل كده، هنشوف واحده واحده لغايه ما نوصل نفهم الفكره. احنا في الاساس لما يجي موبايل ابلكيشن، سواء كان اندرويد اي او اس اي حاجه، اي موبايل ابلكيشن من اي نوع، لما تيجي تدوس على مثلا انت عايز تشوف البرودكت مثلا، او تعمل تشيك اوت، او تعمل اي عمليه ما على الموبايل اب بتاعك، الحقيقه ان بيطلع حاجه اسمها ريكوست. الريكوست ده بيبقى طالع على حاجه اسمها اي بي اي، خلاص، اللي هي ابلكيشن بروجرامبل انترفيس، اللي هي بتطلب طلب من سيرفيس، من خدمه موجوده على الانترنت او موجوده على الويب سيرفر بتاعك. تمام؟ فبتروح، انا بتكلم على الشور بتاع الداتابيز. طبعا في ممكن نخلي الموبايل ابلكيشن يبقى داتابيز لوكال، انا مش بتكلم عن النوعيه دي في الداتابيز اللوكال، هوضحها لكم كمان شويه. بس الداتابيز اللوكال بتبقى ما فيش كوميونيكيشن ما بين ايه، ما بين يوزرز كتير، الا لما تطلع على سيرفر. تمام؟ وتبدا تتواصل مع اكتر من واحد، وهنشوف دي في مثال واضح كمان شويه. لكن المهم بيطلع ريكوست. الريكوست ده عباره عن اي بي اي، ريكوست الاي بي اي، بتروح على الناحيه دي. تاخدوا بالكم من الخط هنا، الموبايل ابلكيشن خلصنا منه، دخلنا في الويب سيرفر، السيرفر اللي موجود، اللي بيبقى السيرفر طبعا ممكن يكون مكتوب بالاي اس بي او الاس بي دوت نت، مكتوب بالبي اتش بي، مكتوب بالبايثون ايا كانت الويب فريم ورك بتاعته، مكتوب بالجافا ايا كانت الويب فريم ورك بتاعتها، مكتوب بالنود جي اس، مكتوب باي حاجه بتاعت ويب بنقدر نكتب بيها الاي بي اي او نعمل بيها الحاجه اللي اسمها ويب سيرفيس. تمام؟ الويب سيرفيس دي بقى بتبقى كود على السيرفر كده، دخلنا ويب خالص، مالناش دعوه بالموبايل دلوقتي. بيكومنيكيت مع الداتابيز، بيجيب منها داتا، بيودي لها داتا، بينسرت، بيابديت، يديليت، يسلكت، يعمل اي حاجه، وبعدين بيبدا يرد في ريسبونس على الموبايل، فيبدا يتعرض ليك الايه؟ الرد. ليه بنعمل الاركتكشر ده وليه بنمشي في الاطار ده كله؟ تعال نبص على اكزامبل يكون مثلا واضح شويه، نوضح بيه الفكره، وبتاعت اللوكال داتابيز وبتاعت الداتابيز سيرفر. ده سيستم خلاص بتاع يعني اي كوميرس ابلكيشن عادي جدا. فبقول والله ان الابلكيشن ده مثلا فيه شاشه الهوم على الموبايل، في شوب دي بتتفرج على البرودكتس، في عندك كمان النيوز، في عندك شوبينج كارت سله مشتريات، في ارتكلز لو انت عايز تتصفح حاجه. تمام؟ دي كلها مثلا شويه انترفيسز موجوده على الموبايل ابلكيشن بتاعك. وارد ان انت يكون مثلا عندك بعض المعلومات بتسيف على داتابيز لوكال. في الغالب لو الداتابيز اللوكال على الموبايل، عشان بنختار داتابيز تكون بسيطه وخفيفه زي الاس كيو لايت. الاس كيو لايت داتابيز بسيطه وممكن تكون تقدر تتحمل على الموبايل، ما تبقاش عامله ازمه، فعشان كده بنستخدمها في الغالب. لكن في حاجات تانية برضه في الموبايل ابلكيشن تقدر تسجل الداتابيز، يعني الموبايل اب يقدر يسجل على الداتابيز لوكال، بس الحاله دي الداتابيز بتاع البيانات بتاعتك لوكال. تمام؟ ساعات بنحتاجها في الكاشنج، بنحتاجها في حاجات كتير، زي مثلا انت بتختار شويه منتجات لسه مش هتبعت للسيرفر، فانت بنحفظهم عندنا لغايه لما تخلص وتقايل سبميت الى اخره. طيب انت دلوقتي تخيل معايا ان انت حضرتك بعد ما عملت القصه دي، وفي بيانات عندك موجوده عندك على الموبايل مثلا بتاعت البرودكتس اللي انت عايز تسلكتها بكل الكوانتيتيز او كل الكميات اللي انت عايزها، وعايز تقول يلا انا عايز اعمل اوردر. تمام؟ في الحاله دي صح لازم تبقى في انترنت، صح؟ فانت بتروح على الانترنت خلاص، والانترنت بقى انت مش عارف ايه اللي بيحصل ورا الانترنت. بتروح بقى على سيرفر سوفت وير، خلاص، على ويب سيرفر. الويب سيرفر ده ممكن يكون منزل عليه داتابيز زي مثلا اس كيو سيرفر، زي ماي سيكوال سيرفر، زي بوست جريز، زي اي داتابيز من ريليشنال، او حتى داتابيز من الداتابيز
اللي هي مش ريليشنال زي المونجو دي بي، زي اي اورينتد دي بي، اي حاجه من الداتابيز الحديثه، كاسندرا، اتش بيز، مش مهم اي نوع من انواع الداتابيز. تمام، ممكن نشيل كلمه اسمه ونخليها داتابيز. تمام كده، داتابيز سيرفر وخلاص، داتابيز على السيرفر. الاوردر لازم يتسجل على الداتابيز على السيرفر. لازم. ليه لازم يتسجل على الاوردر على الداتابيز على السيرفر؟ هقول لك ليه. لان الناس اللي مقدمه لك الخدمه بتاعت انك انت هتشتري من على الموقع ده، اكيد عندهم ويب سايت بيجز، عندهم مكان بيخشوا منه، بنسميه ساعات سي بانل، اللي هي لوحه التحكم، ساعات بنسميه داشبورد، بنسميه زي ما احنا عايزين نسميه. خلينا في السي بانل. خلاص، سي بانل دي مفترض ان هي خاصه بيهم هم بس. هو بيخش مثلا في عنده ويب سايت، بيخش على الهوم بيج، بيلاقي حاجه اسمها الاوردر ريكويست عشان يشوف الاوردر بتاعك. فيجي يقول لي اه والله ده في فلان الفلاني في المكان الفلاني طالب كذا وكذا 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 وكذا. امال هو هيشوف ازاي؟ واحد ساعات يقول لي ممكن نعمل موبايل ابلكيشن برضه بيشوف. اقول لك ولو يكن، ولو كان وشلنا كلمه ويب سايت بيجز دي وخليناها موبايل ابلكيشن تاني، انذر موبايل ابلكيشن، يبقى لازم برضه نفس الرسمه، يبقى في انترنت وفي عندك سيرفر سوفت وير هو بيكومنيكيت مع الداتابيز وبيرد على الموبايل ابلكيشن التاني. خلاص، لكن اغلب السياقات بتبقى كده، لان في الشركات والكلام ده كله بيبقى سايت بقى وبيفتحوا على طلبات كتيره ومش عارف ايه وكلام زي كده، بيبقى الموبايل ابلكيشن حركته مش اسهل بالنسبه للشركات، لكن الموبايل ابلكيشن اسهل بالنسبه لليوزرز. تمام، فالمهم ايا كان ده ويب سايت او كان موبايل ابلكيشن، احنا ليه عايزين نركز ان هو يكون ويب سايت؟ عشان نشوف احنا كداتابيز بناخد داتابيز، عايزين نعرف، احنا كنا بندرس مع بعض ماي اس كيو ال، فعايزين نعرف ازاي الويب ابلكيشنز بتكومنيكيت مع الداتابيز الماي اس كيو سيرفر، وعايزين نعرف ازاي الموبايل ابلكيشن بيكومنيكيت مع الداتابيز الماي اس كيو سيرفر عشان نشوف كل ما حوالين الايه الداتابيز اللي احنا عايزينه. ف على العموم احنا بس بنوضح بالفكره، فبنقول ان الناس بتخش وتشوف الاوردر ريكويست، فبتشوف والله ده في حد طالب ما فيش حد طالب، بيعمل ديليفري، بيعمل ريتيرن مرتجعات، بيعمل كلام من ده، شوف داشبورد واحصائيات، بيعمل اي حاجه، وبرده بتسيب جوه داتابيز وبيجي لك هنا. بس الفكره كده ببساطه. لو فكرنا حتى في ابلكيشن بسيط زي الواتساب مثلا، الواتساب كان موبايل ابلكيشن، انت بتبعت منه مسج، فالمسج دي بتطلع على الانترنت، بتروح على السيرفر سوفت وير، بتتخزن في الداتابيز بتاعتهم هناك. ليه؟ لان وارد يكون الموبايل ابلكيشن الثاني بتاع صديقك اللي انت بعت له رساله يكون مقفول. تمام، في الحاله دي انت بتسيب على داتابيس سيرفر، انت موبايلك اتقفل مفيش مشكله، اول ما هو موبايله بيفتح بيجيت من على الانتر من خلال الانترنت من الداتا من السيرفر سوفت وير، بيروح يجيب مين يعني ممكن يكون هنا برضو في انترنت، يعني مش لازم يكون زي ما احنا شفنا في الرسمه اللي فاتت، مش لازم يكون الابلكيشن سيرفر على سيرفر والداتابيس على سيرفر، لكن هنا لو ممكن يكونوا هما الاثنين مع بعض، او ممكن يكونوا هما الاثنين مع بعض اللي زي الرسمه دي كده يعني، لكن انت لو حطيت هنا انترنت مفيش مشكله عادي، وحاطين هنا موبايل ابلكيشن مفيش مشكله. تمام، المهم ان الراجل بيبدا يكومنيكيت مع السيرفر سوفت وير وبياخد البيانات الرساله اللي انت بعتها وخلاص. تمام، حتى لو انت مفصول عن الانترنت او مش مفصول، فحتى في الفكره دي ده اللي بيحصل. فكرت مثلا، لو فكرت في اوبر مثلا هتلاقي ان والله فين عندك مثلا الباسنجر والدرايفر، وفكر فيها تلاقي نفس الفكره، بتمشي على نفس الاسلوب. فاحنا الغرض ان احنا نعمل ايه؟ الغرض ان احنا نقدر نطبق الكلام ده. خلاص، عايزين نشوف اي موبايل ابلكيشن بيقدر يعمل ريكوست، نقدر الاول نبني ويب سيرفر عشان ده الاقرب للداتابيز، نبني داتابيز ولو بسيطه نشوف بس الفكره، والويب سيرفر بتاعها ممكن نكتب ان شاء الله، هنكتب بالبايثون ونكومنيكيت مع الداتابيز بتاعتنا على جانجو مثلا، ونعمل شغل نخلي جانجو او البايثون تدينا اي بي ايز، والاي بي ايز دي تبقى متاحه، بعد كده نخلي موبايل ابلكيشن يقدر يكومنيكيت مع، يبقى خلاص كده عملنا فكره الويب وشفنا الويب ازاي بيكومنيكيت مع داتابيز، الموبايل ابلكيشن بيكومنيكيت مع الويب سيرفر، فنشوف ازاي الموبايل بيقدر ريكويست الاي بي ايز ويرجع منها الداتا. يبقى كده كملنا السايكل بتاعت ازاي الويب ابلكيشنز بتكومنيكيت مع داتابيز، الويب ابلكيشن ازاي بيكومنيكيت مع داتابيز، والموبايل ابلكيشنز بيكومنيكيت مع داتابيز. نبدا ان شاء الله مع بعض في مرحله السيت اب.